بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي طلاب الصف السادس الابتدائي. بنكمل الدرس بتاعنا اللي هو Absorption and Transmission in Plants، عملية الامتصاص والنقل في داخل النباتات. هناخد النهاردة Structure of the Root System. لو بصينا على أي Root System هنلاقيها بيتكون من Two Main Parts، جزئين رئيسيين. الجزء الأولاني بنسميه the main root، الجزء الثاني بنسميه the root hairs. لو بصينا هنا يا ولادي هلاقي ادي المين روت اهون، وهنا اهو ده الجزء ده الرمادي دون داخل ده كله ده هو المين روت. اما التفرعات اللي خارجه منه دي يا ولادي دي اللي بنسميها الايه الروت هير. ماشي. طبعا هو اي بلانت يا ولادي بيتكون من الجزئين الرئيسيين، الروت سيستم اللي هو موجود تحت الايه الارض تحت السويل، ده بنسميه ايه روت سيستم، واللي بيتكون من المين روت والايه والروت هيرز. اتفقنا ده الجزء ده هو المين روت، واللي بره دول اسمهم الايه الروت هيرز. الجزء الاخضر اللي فوق دون بنسميه الايه الشوت سيستم، وده اللي بيتكون من ايه البلانت ليفز والفروت والفلاورز والبادز كل ده. بس احنا موضوعنا النهارده عن الايه ذا روت سيستم، مكوناته بتتكون من تو مين بارتس، ذا مين روت الجزء الرئيسي المين روت الجزء الرئيسي، وروت هيرز اللي هو الجزء الايه التفرعات او الشعيرات الايه الجذريه. طيب تعالوا نشوف يا اولادي الفانكشن بتاعت المين روت والروت هيرز. زي ما احنا شايفين يا اولادي في الصوره اللي قدامنا دي، ادي المين روت وادي التفرعات بتاعته اللي هي خارجه منه اللي بنسميها ايه الروت هيرز. دي طبعا ايه السويل. ماشي. طب يا تفتكر بقى ايه الفايده بتاع الروت سيستم ده وبوجوده كده تحت التربه؟ هتلاقي هنا اولادي من الاجزاء الرئيسيه او الحاجات المهمه بالنسبه للروت سيستم اللي هو فيكسنج ذا بلانت ان ذا سويل. ادي ايه الروت اهو بيدخل في داخل ايه التربه، فبيثبت النبات في داخل ايه التربه. طبعا الحاجه الثانيه يا اولادي ان هو ابزوربنج ووتر اند مينرال سولتس فروم ذا سويل، يعني بيمتص الماء والاملاح في التربه. يعني احنا لما نيجي نروي النبات هنروي ازاي؟ بنحط الميه طبعا في التربه الزراعيه، فالميه دي بتنزل كده في الـ في الـ في السويل. مين اللي هيمتصها للنبات؟ الروت هيرز والروت سيستم. الروت والروت ايه هيرز دول يمتصوا الايه الووتر اند مينرال سولتس فروم ذا سويل. طبعا ما بيكفيش الماء بس، لازم في املاح او عناصر معدنيه موجوده في الايه في التربه او في السويل، وبالتالي النبات ايه بيستفيد منها فور اتس جروينج اند ميكينج ذا فوتوسينثيسيس بروسيس، اللي هي العمليه الرئيسيه اللي بيقوم بيها النبات. اذا يا اولادي من الفانكشن بتاعت الروت سيستم فيكسينج ذا بلانت ان ذا سويل نمبر 1، نمبر 2 ابزوربنج ووتر اند مينرال سولتس فروم ذا سويل. ماشي يا اولادي. طب الروت هير يا ترى؟ طب تعالوا نتعرف على الروت هير ونشوف الفانكشن بتاعتها زي ايه الروت سيستم. ادي الرسمه بتاعت الروت هير يا ولادي، او ممكن نسميها روت كابيلاري، هي نفس المعنى روت هير الشعيرات الجذريه، وروت كابيلاري هي معناها برضو الشعيرات الجذريه. يا ولادي هنا الروت هير دي ادي دي ال 1 سيل، وهنا دي 2 سكند، ودي هنا ايه سكند سيل، يعني دي كلها مجموعه من الخلايا اللي بنسميها ذا ايبيديرمس. الايبيديرمس فنلاقي دايما يا ولادي ان الروت هير اكستند from the epidermis layer او الايبيديرمز اللي هي موجوده في الايه في الروت، واللي احنا استخدناها قبل كده اللي هي البشره بتاعت النبات. ادي طبعا ايه الاستراكشر بتاعت الايبيديرم دي 1 سيل، وهنا في سيل ثانيه، وهنا سيل ثانيه، مجموعه من الخلايا بقى متصله مع ايه مع بعضها، مش 1 سيل بس، انا باخد بس تركيب 1 سيل اونلي عشان يبين واحده بس، لكن طبعا ده بيتكرر في بقيه الايه الاجزاء بتاعت الروت سيستم. فهنا طبعا دي خلايا الايبيديرمال سيل، خلايا البشره اللي بنسميها الايبيديرمس، منها بيخرج ذا روت هير. ادي دي الايه الروت هير خارجه من الايبيديرمس سيل. طيب زيها زي اي بلانت سيل بتلاقي فيها سيل وول، ادي سيل وول وده سيل وول وده سيل وول وده سيل، كل دي الجزء الخارجي من الخليه اسمه ايه سيل وول. بعدين فيها سيل ممبرين، تاني طبعا ايه دي اسمها ايه السيل ايه ممبرين. ماشي. بعد كده بيبقى فيها سين لاير اوف ذا سيتوبلازم، يعني تلاقيها كفرد انسايد باي سين لاير اوف سيتوبلازم، طبعا طبقه رقيقه
من الايه السيتوبلازم في داخل الروت هير. طبعا احنا عارفين ان كل خليه، اي خليه بتاعت اي سواء كانت بلانت سيل او انيمال سيل بيبقى فيها سيتوبلازم، طبعا فيها كمان نيوكليس زي ما احنا ايه عارفين. ومن المميزات بتاعت الروت هير او البلانت سيل عامه ان هي ات هاز بيج فاكيول، العصاره اللي هي بيبقى فيها العصير الخلوي اللي يبقى فيها السولوشن بتاع الخليه بتبقى اسمها ايه بيج فاكيول، الفجوه الكبيره. ودي من مميزات البلانت سيل. اذا يا اولادي الروت هير بتمتد ات اكستندز فروم ذا ايبيديرمس اوف ذا روت، او ممكن نسمي هنا بدل كلمه ايبيديرمس نقول ايبيديرمال سيل، دي ناون والثانيه ادجكتيف، ايبيديرمس او الايبيديرمال سيلز الخلايا البشره، وطبعا تيات الايه الروت سيستم بنلاقيها covered inside with a thin layer of cytoplasm، ادي الطبقه الرقيقه من الايه السيتوبلازم ماشي. ثم تاز ا بيج فاكيول، ادي البيج ايه فاكيول، ودي بتبقى بيتحتوي على السولوشن او العصير او الساب جوس اللي موجود داخل الايه الروت هير. بكده يا اولاد نكون احنا اتعرفنا على الكومبوننت بتاعت او المكونات بتاعت الايه الروت هير. طبعا بنلاحظ هنا في اولادي ملحوظه مهمه جدا عاوزين نتعرف عليها. بلاقي اولادي ان ذا ايج اوف ا روت كابيلاري دازنت اكسيد ا فيو دايز، يعني عمر الروت كابيلاري بتقرص بسرعه او بتموت بسرعه او بتتاكل بسرعه، يعني عمرها بيكون يوم يومين ثلاثه. ذا ايج اوف ا روت كابيلاري doesn't exceed a few days، ليه ما بيزيدش عن يوم او يومين او ثلاثة؟ فكروا ليه؟ because the epidermal cells are lost from time to time by the resistance of soil particles، يعني هذه الشعيرات الجذريه اللي خارجه من الابيديرمس بتاعت الروت بتتعرض للسويل زي ما شفنا هنا. هو ادي ايه الروت هو موجود داخل التربه، وهو دي اللي بتتخلل في التربه بتمشي داخل ايه السويل، فبتقابلها السويل بارتكلز دي فبيعمل معاها ايه فريكشن او مقاومه ريزيستنس، وبالتالي بتؤدي الى انها بتتلف هذه الروتير الضعيفه وبتتمزق. لكن ات از replaced continuously from the epidermal cells، بتتجدد بصفه مستمره from time to time from the epidermal cell، يعني الابيديرمال سيلز مش ديسابير وبعدين الروت هير دي ديسابير خلاص، لا بيحصل بعد ما دي لوست بتيجي نيو لاير من الابيديرمال سيلز تعمل لي نيو روت هيرز، وبالتالي the age of a root capillary doesn't exceed a few days. ممكن نقول because the epidermal cells are lost from time to time due to the resistance of soil particles، او ممكن نقول ببساطه شديده due to friction يعني الاحتكاك with soil particles. تمام يا ولادي؟ يبقى احنا كده عرفنا الاستراكشر بتاع الروت هير، ومن صفاتها انها يعني doesn't exceed few days وبيحصل due to friction with a soil a particles. طبعا عاوزين تسالني what is the function of the root hair، نشوفها ان شاء الله المرة الجاية، والابروبريتنس اوف ذا روت هير يعني نشوف الملائمة الوظيفية بتاعت الروت هير عشان تأدي الوظيفة بتاعتها، يعني ملائمة الروت هير لأداء وظيفتها، ابروبريتنس اوف ذا روت هير نشوفها ان شاء الله مع الفيديو الجاي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for joining us.